43 انا 43. بص يعني هل ده ما تقررش قبل كده؟ تقرر مع سيد وغيره اتقرر طبعا اكيد. يعني 96 97 97 98 او 95 96 و96 97 وممكن يكون حصل في السبعينات والثمانينات وحصل كمان في 2010 2011 وحصل النموذج السنه اللي فاتت. هي بتبقى في نقط كده بيبقى ليها مدلول، كل ما انت بتقرب تمام بتحصل نوع من التوتر للمنافسين عندك، وانت كل انت ما بتبعد في المنافسه بتقدر تحافظ. بس هل الكلام ده انت تاخد عليه بقى وكل سنه يبقى بتشتغل على ده؟ لا غلط طبعا، عشان كده بقول لك السنه دي مختلفه عن السنه اللي فاتت. معلش انا هخليني في السنه اللي فاتت، لان السنه اللي فاتت انا حاسس ان انت بالنسبه لك كانت فيها دروس اكتر بكتير من اي سنه تانية. السنه اللي فاتت زي ما قلت لك، السنه اللي فاتت كان فيها حاجات مش طبيعيه. محدش يعني اكيد في حاجات انت كانت يعني انت عارفها الناس مش عارفاها يعني. حاجات كتير جدا لا مش الناس مش عارفه ايه ده، مصر كلها عارفاها يعني، مصر كلها عارفاها يعني تمام. لكن هي مش مع النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي ما يتضغطش بكده يعني. يعني مثلا على سبيل المثال انت ممكن تقول تصريحين ثلاثه او تقول مش عارف ايه او تطلع تقول كلمتين ثلاثه، يعني انت فاكر ان احنا ممكن انا او الفرقه او المجلس الاداره او الجماهير تهتز يعني خالص يعني؟ ده ممكن اقلبها تريقه عليك يعني. بالنسبه لنا بشكل عام طبعا طبعا دي ما تقلقنيش ابدا بالعكس، دي بالنسبه لي بالعكس دي حاجه ايجابيه جدا بالنسبه لي. الحاجات اللي كانت موجوده خارج الملعب حتى بيتكلموا يعني، لو بتتكلم انا مش عايز ارجع السنه اللي فاتت في اسبابها لانها انتهت، كانت صعبه صحيح بس انتهت يعني استفدنا منها كويس قوي. بس احنا اكتر ناس اتحطينا في امور كانت صعبه. يكفي يا راجل شهر 2 لو تفتكر، ده احنا شهر 2 ده لعبنا 8 9 ماتشات. انا بقول لك شهر 2 يعني في 6 كام يوم بقى، 26 يوم هو اللي اتاجل ماتش بيراميدز الاخير مظبوط، كان يوم 28. لكن انت لعبنا 7 ماتشات. احنا لعبنا، بص احنا لعبنا يوم لعبنا يوم 2 2 2 2 تمام، ولعبنا يوم 5/2 ولعبنا يوم 12/2. يعني يوم 2/2 لعبنا مع انبي، بص الفرق اللي بيلعبها كمان، و5/2 لعبنا مع حرس الحدود، ويوم 8 او يوم 2 اسف لعبنا مع سيمبا، ويوم 5 لعبنا مع انبي، ويوم 8 لعبنا مع حرس الحدود، ويوم 12 لعبنا مع سيمبا في تنزانيا ويوم 16 يعني انت سافرت